قيادة الشرطة العسكرية للفيلق الثاني في منطقة عفرين، وبالتنسيق مع قوى الجيش الوطني الحر والفيالق الأخرى المشاركة بعملية غصن الزيتون والإخوة الأتراك. بداية نعمل على إعادة الأمن للمناطق المحررة في منطقة عفرين، وقمنا بإقامة حواجز ثابتة في مداخل المدينة والنواحي الرئيسية للتحقق من الشخصيات ومهمات الجيش الحر من كل الفصائل والحد من التجاوزات والسرقات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. ثانيا، التحقق من الأخوة العائدين إلى قراهم والتأكد من حصولهم على المساعدة الفورية صحيا وإنسانيا بالتعاون مع المجالس المحلية بتلك القرى. ثالثا، دعم عمل المجالس المحلية وتقوير منظومتها المدنية. رابعا، استقبال الشكاوي للإخوة المدنيين والعسكريين ومتابعتها أصولا. خامسا، التقصي على أماكن وجود الألغام التي زرعها الأحزاب الانفصالية في المنازل والأراضي الزراعية وتحريك فرق الهندسة للتعامل معها. شكرا لكل الفيالق والأخوة المتعاونين معنا للعمل على النهوض بثورتنا السورية المباركة.